في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجزائر الشاطئ من وضع حد شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة، وهذا بعد استلام 24 شخصا مرشحين للهجرة غير الشرعية من طرف حراس السواحل بجزائر، حيث باشر أفراد الفرقة التحقيقات والتحريات من أجل تحديد هوية منظمي هذه الرحلات السرية ووضع حد لها. بعد تنشيط عنصر الاستعلام واستغلال المعلومة المتوفرة، تمكن محقق المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للجزائر من التوصل إلى هوية المنظمين البالغ عددهم 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 إلى 46 سنة، يقومون بتنظيم رحلات سرية منظمة مع استلام مبالغ مالية تقدر ب 60 مليون للشخص الواحد. خلال هذه العملية تم حجز قارب مع محرك بحري لنقل الأشخاص، هواتف نقالة، صدريات النجدة، مخزن بنزين. بعد استكمال التحقيق سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة.